الاجتماع الذي دار ما بين فخامة رئيس مجلس النواب والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد رولاند، هذا الاجتماع نوقشت فيه العديد من النقاط، تم التطرق إلى الخطوات الفعلية المتخذة للمضي قدما في العمل بمبادرة فخامة المستشار عقيلة صالح التي توجد بإعلان القاهرة وفقا لمخرجات مؤتمر برلين. أيضا خلال هذا الاجتماع تم مناقشة واقتراح على أن تكون سرت مقرا للسلطة الجديدة الموحدة وأن تحميها أجهزة أمنية نظامية ليبية من كل ليبيا. وربما يأتي هذا الاقتراح في كون أن مدينة سرت تتوسط ليبيا، هي مدينة وسط ليبيا قريبة من الغرب ومن الشرق ومن الجنوب، وربما الأجواء فيها متاحة، فيها الكثير من المقومات والمقدرات التي تؤهلها لاستضافة سلطة موحدة جديدة ريثما تستقر الأوضاع في عاصمتنا طرابلس، على أن تنتقل بعدها بإذن الله تعالى هذه السلطة. من كون هذه الأمور جاء اقتراح مدينة سرت، كذلك تم الحديث على أن لابد من الإدارة الأمريكية أن تحث البعثة الأممية لتحمل مسؤولياتها ولتنفيذ هذه المبادرة على أرض الواقع، هذه المبادرة التي أساسها ومن أبرز نقاطها أن يختارون الليبيون من يحكمهم وفق نص المبادرة بأن كل إقليم يختار مرشحة. وأيضا من أهم النقاش التي تم التطرق لها والنقاط المهمة هي آليات تحقيق السلام وحق دماء الليبيين ومعالجة المشاكل الاقتصادية والخدمية، وهذه كانت من أهم النقاط التي نقشت أيضا، وهي نقطة ضرورية جدا تمس الشعب الليبي ولابد من العمل عليها. أيضا الانخراط مباشرة في عملية سياسية سلمية من خلال مد جسور الثقة بين مختلف الأطراف. أيضا كما تم التطرق في هذا الاجتماع إلى التوزيع العادل للثروة، وهذه ما أكد عليها السيد رئيس مجلس النواب من خلال أن توزع عوائد الثروة لكل الليبيين دون ما إقصاء لأحد أو تهميش. وأيضا تم التطرق إلى الآليات والطرق التي من شأنها تحقق هذه النقطة، والتي هي أساسا ومعول أساسي في مسألة فتح وضخ النفط بشكل عام.